مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم عبر هذا اللقاء الجديد من حكاية كتاب عبر شاشة فضائية الخرطوم. حكاية كتاب لهذا اليوم الزغاوة، تاريخ وتراث، للكاتب والباحث الأستاذ هارون سليمان يوسف. أهلا ومرحبا بك، ونسعد اليوم أن نكون في حكاية كتاب عبر تاريخ وتراث الزغاوة. أهلا ومرحبا بك. مرحبا بكم جديد مشاهدينا الأحباب في كل مكان عبر شاشة فضائية الخرطوم. نتواصل معكم حكاية كتاب لهذا اليوم، وبالتأكيد ثلاثة أبواب حملت حكاية كتاب لهذا اليوم، وهي الزغاوة، تاريخ وتراث، مع الكاتب الأستاذ هارون سليمان يوسف. أهلا ومرحبا بك أستاذ هارون، ونسعد أن تكون حكاية كتاب اليوم عن الزغاوة، تاريخ وتراث. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بنشكر قناة الخرطوم الفضائية على هذه الاستضافة، وكذلك نشكر مكتبة حافظ الزاكي على الاستضافة في هذه المكتبة، وأشكر كل المشاهدين وعلى امتداد المعمورة. احنا أيضا نسعد بك أستاذ هارون سليمان، لك العديد من الأوراق البحثية المنشورة. قبل أن ندخل إلى حكاية كتاب وتاريخ وتراث الزغاوة. نعم، بحكم تخصص في مجال دراسات السلام والتنمية نشرت كثير من الأوراق البحثية، ولكن وردت في غلاف هذا الكتاب مع السيرة الذاتية عدد من الأوراق البحثية التي نشرت، منها حقوق اللاجئين والنازحين، شروط العودة في القانون الدولي، وكذلك أيضا الجرائم ضد الإنسانية والقانون الدولي، وكذلك أيضا ورقة بحثية عن التمييز، أو بمعنى هذه الأوراق البحثية منها تأملات في الحرب والسلام في السودان وتطوير الذات بتغيير نمط التفكير، وكذلك أيضا البطالة في السودان وأثره على الفرد والمجتمع. أيضا كتاب تحت الطبعة، كيف نعلم أبنائنا الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد. نعم، هذا الكتاب الذي إن شاء الله سيصدر قريبا أيضا تعالج كثير من المشاكل الاجتماعية والسياسية التي تعاني منها المنطقة، لذلك أفردت شيء من وقتي لتأليف هذا الكتاب القادم بعنوان كيف نعلم أبنائنا الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد. أستاذ هارون، ندخل مباشرة لحكاية كتاب الزغاوة، التاريخ. دائما الصعوبة يعني تأتي عندما الكتاب أول حكاية عن تاريخ طويل به ويتحقق حياة الإنسان وتكوينه وقبيلته وعشيرته وانضمامه للمجموعة، وندخل مباشرة لحكاية كتاب منذ الباب الأول، أصول الزغاوة وتاريخهم الإداري والاجتماعي. نعم، بما أن تاريخ الشعوب تعني هويتهم وكذلك أيضا قيمهم الإنسانية النبيلة ومصدر أصالتهم والشريان الذي يربطهم ماضي هذه القبيلة بالحاضر والمستقبل، كان لابد من توثيق هذه الجوانب التراثية والتاريخية من مصادر موثوقة، لذلك أخذ مني هذا الجهد 8 سنوات، ورجعت إلى بطون أمهات الكتب لأبحث عن المعلومات المتوفرة، وهنالك فترة من التاريخ الإفريقي لم تكتب هذه البيانات والمعلومات، لذلك عليت على نفسي أن أجمع هذه المعلومات بصورة دقيقة ومهنية وعلمية، وإن شاء الله وفقت في جمع هذه المعلومات في هذا الجانب. ولذلك إنه هنالك أيضا جدل كبير في الأصول العرقية،
لقبائل الزغاوة، بل أيضا عن مصدر كلمة الزغاوة. لذلك ركزت في هذا الجانب لتوضيح القراء والمعرفة الإنسانية بهذه الجوانب. فكلمة الزغاوة هي كلمة عربية تطلق من قبل الآخرين لتحديد هذه المجموعة العرقية قبائل الزغاوة. أما الزغاوة أنفسهم فيطلقون على أنفسهم ببري. وكلمة الزغاوة مصدر، أول من أطلق هذا الاسم هو الراوي اليمني وهب بن منبه، وهنالك آراء وتعريفات لهذه الكلمة. فوردت أن تعني كلمة الزغاوة هي مصدر الزغو أو جراب أو جلد، كان الزغاوة يتاجرون بها بضائعهم، فسميت أو صارت حتى يسمون بمن يحملون هذا الجراب في أسفارهم بالزغاوة. وكذلك أيضا في رواية أخرى تقول أن هذه القبائل أو قبائل الزغاوة تسكن إلى جانب قبائل موري، هي أيضا إحدى القبائل الإفريقية العريقة. فدلالة كلمة الزغاوة بلغة قبائل الموري هو الشرفاء، معناها الشرفاء. أيضا بلغة التماشك وهم نبلاء التوارق تعني عندهم بلغتهم المخيم أو مضرب الخيام. وكذلك أيضا عند الكانوري هي خليط من البربر وقبائل الكانيمبو، تعني عندهم كلمة الزغاوة بسكان التلال. ووردت رواية أخرى أن تقول أن كلمة الزغاوة من جبل الزغوان، هي هضبة شاحقة في شمال أفريقيا تحديدا في تونس في ولاية الزغوان. وكان العرب عندما هاجروا إلى شمال أفريقيا أطلقوا على السكان الذين يقطنون في هذه المنطقة جميعهم بالزغاوة أو الزغوانيين أو زغاوة. فهذه هي مصدر كلمة الزغاوة، ونحن في بحث دائم لمعرفة وتحديد معنى كلمة الزغاوة. أما الأصول العرقية للزغاوة فبحثنا في كتب التي صدرت من الرحالة والمؤرخين الذين زاروا الزغاوة في مناطق مختلفة، وهم في الترحال دائم قبائل مترحلة، بدأوا من اليمن مرورا بالحبشة، وأيضا وصولا إلى ضفة النيل الغربية وإقامة مملكة في غرب النيل بجوار النوبيين. وفي هذه المنطقة تسرب عدد من الزغاوة إلى الحافة الجنوبية للصحراء. ففي الكتب موضح أنه خاصة الطبري في كتاب تاريخ الأمم والملوك بيقول أنه أصل البشرية الذين يقطنون الآن الأزهار هذه البسيطة هم من سلالة نوح عليه السلام. فكان لنوح 3 أبناء، سام وحام ويافث. كذلك بعد ذلك جاء يعقوبي والمسعودي وكثير من المؤرخين والرحالة وأكدوا بأن أبناء سام هم العرب والفرس والروم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي
حي على الفناء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته. الحافة الجنوبية للصحراء، ففي الكتب موضح انه خاصة الطبري في كتاب تاريخ الأمم والملوك بيقول انه أصل البشرية الذين يقطنون الآن الأزهار هذه البسيطة هم من سلالة نوح عليه السلام، فكان لنوح 3 أبناء سام وحام ويافث. كذلك بعد ذلك جاء يعقوبي والمسعودي وكثير من المؤرخين والرحالة وأكدوا بأن أبناء سام هم العرب والفرس والروم، أما أبناء حام هم القبط والسودان والبربر، وقصد بالسودان هذا الأساود الذين يقطنون من في حزام السافنة الممتدة من الصومال والأثيوبيا شرقا إلى السنغال ونهر النيجر غربا، هم هذه المجموعة كلها أساود. وذكر في هذه الكتب في كتب المؤرخين أن أحفاد حام أبو الأساود هم كوش وكنعان وفوت. فوت هو أحفاده في هند.